مشاهدينا أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بتوقيت مصر، معي أنا أمل عراب. في حلقتنا لهذه الليلة نبحث قرار مؤسسة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصر، ونتحدث أيضا عن أزمة الإسكان في البلاد والتي تعد صداعا مزمنا لكل حكومة مصرية، خاصة في ظل ارتفاع التعداد السكاني. نبحث عمن يحق له الحصول على دعم إسكاني من الدولة، وهل يصل الدعم الحكومي بالفعل إلى مستحقيه؟ تابعونا. وإحنا عايشين هنا في ظلم، إحنا من سنة 80 وإحنا هنا. رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر من CAA1 إلى B3. وقالت موديز إن العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن أداء الاقتصاد الكلي وانخفاض المخاطر الخارجية واستمرار التزام مصر بالإصلاح المالي والاقتصادي، لكنها أبقت على تصنيف مصر على نفس المستوى فيما يتعلق بسقف السندات والودائع بالعملة الأجنبية.